نهار اللي سمعتي موت باباك وانتي كنتي في دبي، كيفاش عشتي هذاك النهار؟ برك نصحح معلومة، الوفاة اللي سمعتها وأنا في دبي صحيح هي وفاة بويا الله يرحمه، ولكن هو الشخص في مقام الأب أكثر، اللي هو خالي محمد عمار فرجاني الله يرحمه ويوسع عليه. فكانت ممكن أكبر صدمة نقدر نقول لك مرت عليا إلى الحين، لأنه أنا سافرت لدبي في هذاك الوقت وما شفتوش، يعني كان هو عند الوالدة، كان يوم اثنين، يعني أنا في الطيارة رايحة لدبي، هو كان عند الوالدة هذاك اليوم عند أخته هي ماما، وأنا كنت في دبي. رحت في الطيارة لدبي وقضيت تقريبا تماك أسبوع. لما خلصت الإيفانمو هذاك والعمل نتاعي جاني خبر وفاته، يعني كانت إحساس يعني مليء بأمورات ياسر. فكان بويا الله يرحمه محمد عمار فرجاني اللي هو خالي، كان يعني خسارة كبيرة لكل العائلة، وممكن خسارة للجزائر الكل. هذا الله يرحمه ويوسع عليه. يعطيك الصحة أميرة. كان هذا شكرا. آخر سؤال